تحديداً. لاقى السيد الكثير من المضايقات والضغوطات خلال مسيرة تأليفه لكتاب الميزان، فقد لاقى منهجه في التفسير أمواجاً من الانتقادات، حتى أنه قيل فيه ما لا يليق بشأنه في الواقع. كان الضغط يأتيه من ناحيتين، أما مصدر الضغط الأول فقد كان من بعض نقاده، ومن بينهم رجل انتقد في كتيب السيد وكتاب الميزان، ولاقى ذاك الكتيب انتشاراً واسعاً آنذاك. وقد أخبرني العلامة ذات مرة، لو أن ذلك الرجل يقرأ المطالب بدقة لعرف أن حل إشكالاته في الإطلاق والتقييد، ولا يوجد هنالك تعارض في المطلب كما يدعي، إنما إشكاله في العام والخاص والمطلق والمقيد. أما المصدر الثاني من الضغوطات التي وجهت للعلامة رحمه الله، فهو ما أشيع عنه أن تفسيره مغاير لمنهج أهل البيت عليهم السلام، وما قيل من أنه ينبغي أن نكتفي بالروايات التي جاءت مفسرة للآيات الكريمة. مجتهدا يصيب ويخطئ، فمجتهد يصيب ويخطئ. نفس هذه المأساة واقعا، وهذه الخسارة التي وقعت عندنا وقعت أيضا في النجف أعزائي، عندما أصر بعض تلامذة أستاذنا السيد الخوي على تعطيل درس التفسير. هنا السيد الخوي تعلمون أنه بدأ درس التفسير في الحوزة، البيان في تفسير القرآن الجزء الأول طلع مولان، وكان البناء أن السيد الخوي يستمر ماذا ويقدم دورة تفسيرية. هسه الحواشي مولانا وإلى قالوا لا أبدا، ماكو مصلحة. إذا تريد أن تكون مرجعا فإذا قيل عنه مفسر بعد تصير مرجع، لو ما تصير ما تصير مرجع. وبينكم وبين الله، احنا كان عندنا تفسير الميزان، لو كان مسموح للسيد الخوئي قدس الله نفسه، لو كان مسموح له كما عندنا تفسير قائم على أسس فلسفية وعرفانية وما أدري إلى آخره، كان يكتب لنا تفسيرا فقيه من الطبقة الأولى ماذا من فقهاء الإمامي، كنا نعرف بأنه بينه وبين الله الفقيه كيف يفسر القرآن. ها كانت ثروة وليست ثروة أعزائي، نعم ثروة، ولكنه حرم منها، حرمت منها المدرسة. لماذا حرمت؟ لضيق أفق البعض أنه لا 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 بد لا نقترب من فلان أو فلان.